السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ لباس ما عليكمش؟ نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. لهنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، شوفوا حندي لكم كونكليزيون جينيرال على الفيديو تاعنا اليوم، باش نشوقكم شويه وتابعوهم من الاول للاخير حبيباتي. وكيما راكم تشوفوا، اول حاجه بديتها بيها اديتكم للابايا، شريت زوار من تما، زدنا رحنا لواحد الريستوران بزاف كلاس، بزاف هايله وحطه وكل شيء. ودوك نزيد نهضر لكم على الثمن نتاعها. ديتكم المحل تاع بيع الملابس تاع النساء كما نقولوها لك، نهضر كل شيء باثمان جد 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 مناسبه لجميع الطبقات. كي نقول لكم مناسبه. المهم حبيباتي، لهنا مره طيبش لا فيديو تاعنا نتاع اليوم، ونتبعوه ان شاء الله من الاول للاخر، ونبداو على بركه الله. اول حاجه بديت بها حبيباتي اني خرجتكم معايا لهنا، راني خارجه من داري. شوفوا وليداتي مهزوا لي جوي تاعهم، بنتي هزت كار طابلتها، انا راني محمله بالساكادو. شوفوا كيما كان الحال، كيما نقولوها اكو على بالكم، بس وقت اللي ما فيني يروحوا للدار الكبيره بالويكاند، على بالكم كي تروحوا اونديري راحلين. انا قلت لهم اني اونديري راحله، اني هازه محمله علاش عليك. المهم خليها ربي برك وخلاص. الله هنا حبيباتي، حبيت نشارككم تاني بلا تاني هادي تاعي اللي ديجا شاركتها معاكم، تاع فيولا كوستانتي اللي شيتها من عنده. بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش مكان تواجد فيولا، هذا اللي شيت من عنده، ماشي المحل تاع فيولا كل عندهم نفس السلع. عندك هذا اللي شيت من عنده، هو محل رقم 100 تاع سكوار. دوك تشوفوا حبيباتي لاتوني كيفاه جاتني، بزاف بزاف هايله. هي خيط ماهيش صوف، لامارك بيال باري تاع فرنسا. الماركه هذه ما دير لها باش لا تتسنسر لا والو، يعني تشوسي هذا خيط يا البنات، هذا راهو خيط، اي ماشي هذه كوبي اوريجينال. كاين اللي يديروا الكوبي تاعها يديروها سوفت تتسنسر تتشردق، هذه ما تروح ما تجي. كي تلقاي لا مارك بيال باري، روحي اشريها وعينيك مغمضه، سواء في لي بو سواء في لي غوب سواء في لي زونسومبل هادو. المهم هما يخدموا خيط حبيباتي، وقولوا لي في لي كومونتير واش رايكم، جاتني مليحه ولا لا لا. المهم حبيباتي، للاسف ما صورتها لكم شو انا واقفه، والله غير ما تولهت حتى نقد ندير في الفيديو باش تفكرت، قلت كان غير صورتها وانا واقفه خير تبان. المهم حبيباتي، اللي هنا راني رايحه عند عجوزتي باش نهزها ونروحوا نفوتوا لا جورني تاعنا نتاع نهار اليوم. والله الجو رايع رايع رايع، ماهو بارد ماهو سخون، شوفوا يهبل يهبل. المهم حبيباتي، لهنا بعد ما هزيت شيخي وعجوزتي هزيتهم في زوج، عيا قلت لهم اليوم في زوج تمشيو معايا. عيا وين رايحين؟ قلت له شوف بابا، قلت له رايحين اللابايا ورايحين الصوفي زي يلعبوا الاولاد. قال لي يلعبوا الاولاد؟ قلت له هي عيا. قال لي قعدوا حين يلعبوا الاولاد، كون نروح معاهم ويفوت يلعبوا مع حفاد. فوالا حبيباتي، ولهنا كيما كان الحال ديتهم للصوفيزا وديتهم يلعبوا. كيما راكم تشوفوا راح نهضر لكم على الاثمان، بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش بلي كاين اصلا العاب في سون فيزا. هذه اللي هنا هاد واحد لابارتي مدايرينها في الاخر تاع سون فيزا من التحت خلاص. وشوفوا زي ما الدخله راهي ب 10000 للعبد، الاولاد لازم يكونوا قل من 5 سنوات، وزيد بزايد كي تدخلي العبد، العبد ب 10000 وراح يقعد اونغ، راح يقعد ساعه. البلاصه راهي بالكاميرات مقفوله، وش هي مارغريتو صح احنا في بلاد الله الله، لازم الانسان هكا كل كاميرات وش لازم كي تعسي الباب يعودوا يخرجوا منه ولادك. سورتو انا وليداتي شويه فادعين يا البنات، راهم من لو جوغ اللي يهرب اللي يحكموا الطريق، تسمى لازم كي عينيك عليهم. ايا لهنا حنا وجدنا، خلينا شيخي خلينا شيخي يعسس في الولاد، وحنا روح نقضي نقضي انا. المهم حبيباتي، شوفوا لهنا كاين بزاف العاب لهنا، يعني صوتي بنك ماكاش العاب حاده يعني اللي يطيح فيهم ولا اللي يوجعوا. المهم علاش عليك، خليه يطرحني يشبع، كي يوصل للدار يطيح كاو.
المهم حبيباتي لهنا كما راكم تشوفوا، حبيت نعطي لكم الطريق نتاع هاد الالعاب اللي هي الدخله جهه الحيوانات نتاع سون فيزا. ولهنا حبيت نديكم لهذا المحل يا البنات. بالنسبه للناس اللي كانوا يقولوا لي انا راني ديرينا الفيديوهات على ملابس شتويه، والله غير يا البنات والله ما كنت مديسيدي اني نصور لكم، مش فكرت لي كومونتير نتاعكم اي والله، قلت والله مراتي لوكازيون. خليني لهنا اول حاجه صورت لكم بلي لو بري راهو فيكس، البري راهو فيكس مي. انا والله قلت له شوف، سقسيته قلت له نقدر نصور، قال لي افيك يعني ديري فيا مزيه لو كانت تصوري صوري على راحك، واش هي ما تقدميش اللي بري برك بزاف. قلت له انا المهم عندي انه من المشتركات نتاعي يشوفوا لي بري، هذا هو الهدف. لكن عندي موديل يدخلوا الانترنت يلقاو لي موديل بصح اللي البري ولا واش قال لي، قال لي حاولي برك كيفاش ما تدقيش فيه. المهم يا البنات انني صورت لكم ودوك نزيد نهضر لكم فمي باسكو شويه حفظت لي بخي معلياش. لا انا كيما راكم تشوفوا هذوك اللي من الفوق 220 250 150 160 170. المهم شوفوا لي بري تاع القنادر اللي عنده اللي قاعدين تشوفوا فيهم كامل يبدا من 80000، من 80 يا البنات، من الفون من هذوك التلال يعني تاع النساء الكبار اللي يلبسوهم القناطر تاع الدار حتى ال 280، من 80 حتى ال 280. شتو القناطر اللي قاعده نفوت عليهم بكل. ويا البنات عنده بزاف لي زوكازيون سورتو في القناطر تاع الصيف، القناطر تاع الصيف تاع 300 400 عنده راهم دايرها 150 120 140. المهم روحي بروفيتي، لا راكي عروسه غير روحي بروفيتي. لهنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا هادو اللي لهنا 165 165، هذيك الاخرى 250، هذه دات منها عجوزتي بصح ماشي في الكولار، هذه داتها في النواغ لي تخيك هكا في الغاز، الغاز كلاغ هكا جات تهبل تهبل، مالوغوزمون ما صورتهاش ما فهمتش لها. المهم حبيباتي لهنا هادو كل ب 180 180 بغابوغ لي بخي. شوفوا انا ما نعرفش لي بخي بزاف برا، مين بالنسبه للناس اللي يعرفوا لي بري اكتبوا لنا في لي كومونتير اسكو لي بري تاعو ملاح ولا لا. انا عجبوني لي بري بارابور للكاليتي وكل شيء، ومام كاين عنده حوايج صالد زيدوا اكتبوا لنا في لي كومونتير الا كان ملاح لي بخي تاعو باش حباباتنا ان شاء الله يروحوا عنده. هذه هي انا حبيت لهنا نصور لكم باش تكون عندكم اون ايدي على لي بخي، على كيما البيجامات هادو 250 260 220، لي غوب هادوك اللي من الفوق راهم 150000 يعني بارابور البخي راهو مليح. انا ما نعرف جاني مليح، وانتم زيدوا شوفوا. لي عجبوني بزاف بزاف تاني هادو لي غوب يا البنات ندير فيهم سولد، دوك نعت لكم لي منهي هادوك. كملوا برك نهايه لا فيديو دوك نعاود نرجع لكم ليه ليهم. هادوك اللي من هي كل دارهم 250، هادي 250 يا البنات، روعة 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 يا البنات. والله هاني عندي فات هكا فات خفيفة تاع واحدة حبيبتنا يعني في لافامي دات الدكتورة باش تدير، اني قلت ندي واحدة من هادو تاع 250 باسكو بزاف كلاس بزاف حطا كي تلبسيها. دوك نعت لكم وين اللي عجبتني، كملوا برك لا فيديو دوك كي نوصلوا ليها زيدوا اكتبوا لي في لي كومونتير واش رايكم اسكو مليحة نشريها ولا لا. لا اني مازلت ما شريتهاش، وكي نروح نشريها راح نديكم معايا بيان سور وتشريو معايا، ما تخموش معايا معايا النهار يا نحبس اليوتيوب يا بعيد شر نموت يعني حق الموت. وش هي هذه هي وين نروح نديكم ما تخموش. خلاص هادو يا البنات 165 بالنسبه للنساء الكبار ولا النساء اللي عايشين مع شيخها وعجوزتها مستوره تهبل تهبل. شو هذا اللي هنا في الشاريو هذا كامل 150 165 140 المهم علاش عليك. شوفي ها هادو اللي منها 250 اللي نعتها لكم معلقه، هادو راه 165، هذيك 150، هادو اللي لهنا يا البنات 200000، هادو اللي لهنا 200 180 200 180. انا قلت لكم لي بخي راهو يتراوح من 80000 حتى ل 100 حتى ل 280. شوفوا يا البنات بزاف، هذيك اللي كنت نعت لكم فيها تاع 165 هاني نعتها لكم هاكو قاعدين تشوفوا، هذه ب 200000 الزرقاء، هذه 200000 تهبل يا البنات في حطتها في وقفتها في التويسي تاعها روعه روعه روعه. البيجامات نتاعو تاني اللي بخي تاعهم ناقصينه
اني قلت لكم ما روحوا عنده على بالي ما تندموش. زيد كاين في الاخر هادوك شتو هادو اللي في الباب هادوك هما تاع 80 في اللي قلت لكم هكا اللي يرقدوا بهم، كيما عجوزتي شات وحده من تما هكا تاع الدار هكا بارده ما تشتيش تاني تلبس حاجه سخونه ب 80 الف البنات هكا اللي عندها امها عجوزتها نناها اصلا ملاح العجايز يشتيو يلبسوهم. لهنا هادو اللي من فوق يا البنات هادو، هادي هاي 180، هادي اللي بالازرق هادي 200 الف، هذيك 200 الف. المهم قلت لكم ايماجين شوفوا كيف تشوسي، شوفوا كيف الخدمه لا فينيس روعه روعه يا البنات. اي والله غير تروحي ما تندمي. اني قلت لكم بزاف بزاف حوايج عندهم لحدو 250 بلاك ولا 220. المهم لي بخياك كي تروحوا على بالي حين يعجبوكم باغابوغ يعني المحلات اللي كاينين في الريتاج مول يا البنات. هادو يا البنات هادو منو منو تلقاهم بلوس ندير فيهم صولد 180، روحوا بيجامات 120، هادوك اللي منا 250 260 200. المهم شوفوا لي بخي تاعو بزاف ملاح وعندك لي شوا، تحبي نظاره تدي نظاره، تحبي بيجاما كاين بيجامات، وهذاك تاع الخمارات يا البنات راح الحال وطرومو كان راني صورته لكم تاع لي سوفيتمون خمارات لي نويزات. شوفوا روعه كش نهار نروح نصوره لكم تاني بزاف. هاي اللي تروح تزيد تضرب طله عنده، هادوك اللي من الفوق اللي كيمينو هادوك القصيره الطويل المتوسط او كل نفس البري 250. كاينه حتى اللي كاينه بيجاما كومبلي هاهم اللي قلت لكم ب 80 الف يا البنات. شتي من هادي وروح ب 80 الف. انا عجوزتي دات شتي كيما هادي القري كيما القري هادي داتها اها هادو ب 80 الف يا البنات. تاع التركه تاع الترك بصح ماشي بروميير شوا يعني دوزيام شوا ولا تروازيام شوا ماهوش هي حاجه كاليتي واو، هذيك 180 الف قد البري تاعها. وتاع الدوم لا انا هاكو قاعدين نشوفو في بيجامات هاهم ب 180 120، يهبلو يهبلو يا البنات حتى من الملمس تاعهم رايع رايع يعني قطن ملاح تاع تلبسي وغسلي ولبسي كما يقولوها. المهم حبيباتي لهنا شوفوا نخليكم تكملوا المحل هذا ونعاود نرجع لكم، ما تروحوش بعيد ما تبالكوش. واللي ماشي مدايره ابوني اي تابوني نخرج لها في التليفون ايه يا حبيباتي باش هكا كي نحط جديد يلحقكم وكيف يقولوها باش نتوما تاني تشجعوني حتى كي تطلع القناه واللي توصل لاكبر عدد ممكن. وانا تاني راح تفتح لي لابيتي باش نولي نحط ونصور وندير. والله يا البنات اني وين نروح نتفكركم يعني او ربي شاهد. هاي البنات نسى نهضر لكم على هذه والله والله ما راح تخليني نكمل نهضر معاكم. هيا كملوا هضروا معايا شوفوا شوفوا اليوم تشبعوا ضحك معايا. لا انا حبيبتي هاي كل النظره اللي هزتها عجوزتي هاي قاعده تقول لي واش من كولر نديها بالنسبه للاطاي لاطاي فيها حتى 3 زيكسا. عجوزتي راهي يعني تلبس بس يعني بصحتها شويه دات دوزيكس وجاتها يعني مليحه يعني حتى جاتها لارج. ها هي البنات هذه ب 80 الف اللي هزتها في يدها راهي ب 80 الف. بيجامات هادو يهبلوا تاني لي فامون سانت اللي حتزيد شوفوا هاهم لهنا 220 250 160 180. المهم روحي قلشي روحك يا مدام. المهم حبيباتي لهنا انا وليت قلت لها ادي لا كولر هذيك باهيه ودات من هذيك تاع 100 و 160 165. هاني جيتكم لهنا دوك نعت لكم القندوره اللي عجبتني القندوره اللي عجبتني قولوا لي في لي كومونتير واش رايكم اسكو مليحه ولا لا. هادو اللي لهنا 180 هادو اللي منا 250. شافوا يا البنات شافوا زي ماش روعه 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 يا البنات. ها هي البلو هذه يا البنات عجبتني عجبتني البلو هذه قولوا لي 280 الف قولي لي واش رايكم فيها اسكو مليحه نديها ولا لا لا اكتبوا لي في لي كومونتير. عندي عندي كيما نقولوها قهيوه حبيبتنا دارت قهوه تاع تاع دات الدكتوره عجبتني هذه البلو وعجبتني دوك نعت لكم النواغ هذه النواغ هذه قولوا لي واش رايكم. نوار غادي شويه لافينيسيون تاعها ما عجبتنيش بصح البلو هذيك روعه يا البنات حتى في لافينيسيون. قولوا لي واش رايكم دوك نزيد نعت لكم وين اللي عجبتني اونطر البلو هذيك والبلو هذيك البلو هذيك والبلو هذي وقولوا لي وين اللي مليحه. عندي حوايج اخرين ماشي كي نحيهم حابه نلبسها كقناد راك تكون سامبل قولوا لي البنات حطوا لي في لي كومونتير واش رايكم. المهم حبيباتي لهنا بعد ما خرجنا من تما ايديتكم مباشره للبايع
اديتكم اللبايه حبيباتي. بالنسبه اللي ما يعرفش اللبايه، ها هي لا ميغا اللبايه للافريشه، ها هي لا ميغا، وها هي الطريق نتاع الهبطه نتاع الجامعه طروا. وصورانا هذيك، حتى قلت لك صورانا هذيك ساري كي تسراي حداه، ولا ميغا نتاع الماعن تاع الاواني راهي فوقو. هذه اللبايه اللي درت لكم بتي تور برك، ديجا ني كي غير حطيت لكم اللايف نتاعو. فيه لي بخي، فيه كلش، حاطه لكم فيه كلش. انا شفت اللايف على هذيك، جيت باش شريت لهنا الحايد الزور لولادي. دوك نعت لكم، انا عجبوني الزور تاع 290 بصح زايدين شويه، وكي رحت لقيتهم تقال بزاف، هما ملاح روعه روعه يا البنات. دونك عندي خرجه وراح نزيد نروحوا للريستوران ايتو، قلت لهم خليني ندي لكم مره هذه، هادو زوج تاع 150، ومره اخرى ان شاء الله مره نشري الواحد ومره نشري الواحد وخلاص. هذه يا حبيباتي شوفوا زي ماش روعه، يهبلوا يهبلوا يا البنات، هما مش خشان خلاص، اخفاف يعني تاع وحده تشعل الفرن مع الشوديه ولا شوديار، ما يعني محال حتقدري تغطي بغطا سخن على هكا، متفاهمين حبيباتي؟ المهم كملوا معايا، دوك كي نروح للدار ان شاء الله راني نعت لكم الزوار اللي ديتهم. ولا هنا حبيباتي بالنسبه للبنات اللي يديروا في البساطات، شوفوا لهنا ومدير فيهم سولد زوج ميت ب 680، زوج تاع بساطات ب 680 الكولر اللي تحبي. المهم بعد ما خرجنا من عند اللعبه يا حبيباتي، رحنا للريستورون هادي. الريستورون هادي وش هي؟ واسمها مشاوي الشاوي، اللي هنا اللي بالميزان توزني اللحم تاعك ويشبيه لك يا حبيبتي. ريستورون كلاس كلاس كلاس، راهي متواجده في الخروب يا البنات، في الدخله نتاع الخروب فوق زعيم الشام. شتو زعيم الشام هذاك اللي في الدخله؟ اطلعي فوق شويه ولا سقسي اي واحد، ولا ديجا راهي باينه باسكو راهي 3 ايطاج نورمالمون. مش هي، انا والله ما على بالي اسكو كاين صح من الفوق ولا لا لا، حنا رحنا غير في الطاج هذا اللي دخلنا ليه وخلاص. المهم بصح كي نشوف، كي شفت من برا راهي 3 ايطاج. كو قاعدين تشوفوا يا البنات دخلتها حتى طاح طاح طاح، ميم القعده ميم قاعده نهضر مع جوزتي، قلت لها شتي شتي احنا سلاصوم اللي بقات لنا تبارك تكفي ننزل كل هنا. قالت لي زعما نضحكم، قالت لي نقول لك حاجه، قالت لي دوك نخليو شيخ كل هنا يغسل الماعن وخلاص. قلت لها قولي والله ما انت ما كي هزه حتى دورو. قالت لي والله ماني هزه. يا قلت لها شتي لاصوم اللي بقات لي يا درا، كفات ما كفاتش نقعدوا نغسلوا الماعن وخلاص. يا اختي كي رحت قلت لي بخي لاهبين، هي صح قاعده كلاس. وكي نقول لكم حبيباتي يا والغاشي فيها ماشي نورماله، كي ما طيرلكش بلاصه، ونص لي طابل غيزيرفي، نص لي طابل ما ريزيرفيين. لهنا راني نعدت لكم الوحده نتاعهم. شوفي رحت لهنا، قلت له انايا شوفوا المطارق نتاعهم، المطرق ب 10 مطارق يعني الله يبارك، المطرق راهو كبير، حتى المركز نتاعو حطه الحوايج تاعو باينين جدد. اي واش تطلبي الله يبارك تلقاي، واش تطلبي تلقاي. شوفوا الكباب، الفيونداشي، لي فوفيلي، لي ستيك، ياي واش تطلبي تلقاي، لي كوتليت. ياي قلت لكم الله يبارك بصح، الله يبارك ثاني في البخي، الله يبارك في البخي. لهنا حبيبتي قلت له اوزن لي 10 نتاع 10 اللحم، 10 اللحم. قال لي جاك كيلو غير شويه، كيلو غير شويه بريسك 200 ميل. شوفوا اللحم قدمه الله يبارك، راهو قلت لكم المطرق فيها 10، درنا 10 لحم و10 مرقاز، والمرقاز الوحده فيها زوج. والله يا البنات الله يبارك، غير كفه ووفه والحمد لله وما شاء الله، يعني سمي بسم الله وكولي. بنين يهبل يهبل ومنضيف. الحاجه سورتو 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 نظافه. انا شوفوا كي تعود ريستوران مش نظيفه ما نكذبش عليكم ما نحبهاش، ما وتكون واش تكون، ها المهم راهي نظيفه. قلت لكم انا وجبت معاهم، جبت لي فخيت، وجبت الحماس، وهادو كدوك نقول لكم الثمن شحال جات. لهنا حبيبتي يعني دخلت وليداتي اصلا بعد باش نزيد نعت لكم النظافه نتاع الواحد تاعهم، حاجاكم تاع لي طواليت بزاف بزاف هايله كيما راكم تشوفوا. المهم حنا قد سلكنا قولوا قريب 400 الف، سلكنا 360،
360 يا البنات في هذوك، باسكو اللحم جانا كيلو والمرقاز جانا، المرقاز جانا كيلو غير شويه مع لي فخيت كيلو لحم ديجا وقرب 200,000، والمرقاز جانا 110,000، وكملنا لي فخيت وكملنا الحماس مع الشيء اللي شربناه هذاك هو البنات. المهم سلكنا هي باغابوغ لي بري، يعني باغابوغ للقعده وللكاليتي تاع الماكله وكل شيء هاي مليحه. لا انا حبيبتكم بعد ما روحت، هي روحت تحرق. ايا قالت لي عجوزتي والله ما قستي حاجه، قالت لي فرشي الاولاد ورقدي. قلت لها والله ما نرقدش، قلت لها استني الساعه هزينا. قالت لي كيفاه تخدمي في الليل؟ قلت لها نخدم في الليل خير اختي، دوك ندير الصال ونحطهم يرقدوا ونوض نهز الدنيا من هي. هيا واش وليت؟ وليت انا نخدم وهما يدوروا، انا نخدم وهما يدوروا. شوفوا هذاك الصال رجعوه لها على قد الحاله بالغبرة، حاشاكم وليداتي انا كي ياكلوا الخبز ولا ما قداه تسمى من المولد ملي نحينا الحق غسلت الغطاوات نتاعو وباش نرجعوهم مازال ما رجعناهمش. هذا وين كتب ربي؟ هيا قلت لها اعطيني الشيتا نظفته لها الحق، نفضته من هذاك الغبره اللي كانت فيه وكل شيء، وفدت على لي طاش هذوك ما كاينه طاش او لا، باش على الاقل كي تغطيه يبقى نضيف. هيا اختكم نظفته كيما راكم تشوفوا لهنا. هذه هي البنات عليكم على قداها، والله راهي 10 تاع الليل بالك ولا 9:30. المهم كي دخلنا من برا ولهنا حبيباتي وقاعدين تشوفوا، شوفوا انا ننظف البلاصه وهو يزيد يهبط لي للارض ويهز لي الغبره حاشاكم، يزيد يطلعها لي فوق لي فوت اي ينزيد نعاود ننفضهم. قلت يا نجم الدين بابا اقعد دقيقه نكمل برك ومن بعد يرحمها ربي. تما انا شوفوا الدار تاع عجوزتي راهي اف 3 شغل البيت هاي تاعها وبيت تاع سلفي، تما سلفي وشيخي يقعدوا لتمايتو، وكاين الصالون صافي ضيقه، صافي الصالون هو اللي نقعدوا فيه هو اللي نرقدوا فيه هو كل شيء، يعني مش هاكو تعرفوا لي زاف تخوازي ماش وتعرفوا البراطم. حنا لي زابارتمون اصلا تاعنا ضيقين، تاع الجزائريين ضيقين، تما ما عندهم واش وين يلعبوا، ولازم يلعبوا في الصالون ياكلوا في الصالون يديروا في الصوتي وفي الصالون كلشي في الصالون. كي نجيو شوفوا الدنيا تترول لها اوغزمون نهز هكا شويه شي هكاك والله كي نجيو مروحين والله تقول ما درت حاجه، تعرفوا شوفوا الدنيا تقعد لها كيما راها. المهم حبيباتي لهنا كيما كان الحال انسان كي قلت لها كي نجي نحب هكا نهز لك الدنيا وننظفها وكيما يقولوها تعبي الخير برك وخلاص. لهنا حبيباتي نحيت الزربيه، لقيت الدنيا شويه مغبره، هي شوفوا نظيفه وش هي الدنيا تغبر لها، ما فهمتش لها قلت لها ما حبيت نفهم برك عليها الدنيا تغبر لك. كنت عارفه كي تعود المراه كبيره ومعها شايب كبير، يعني كيما نقولوها شيخي انسان كبير وعجوزتي هاي كبيره، كيف ما تقدرش هي تهز الزرابه وتهز وتسيق ودير. قلت لها كون جيتي قريبه ليا والله ما نخلي له سخي تراكم لك، هذه تاع سمانه كيما نقولوها شتي كيما نروحش سمانه يي تتلايم واحد الغبره مش نورمال، وسورتو كي عاد الصالون ياكلوا فيه بعدا صافي تفتف نتاع الخبز وكل شيء يتلايم لها. المهم حبيباتي شوفوا عجوزتي القش القش لما عن الفريزة نقول لكم تقدر عليها بصحة السياق وكل شيء، عاد ما تقدرش السياق وهذا الشيء ما عادش شوية تقدر باسكو عندها مسلانها ما تقدرش تطابس به بزاف مالوغوزمون. المهم قلت لها ربي يقدرنا برك ويقدرني باش على الاقل نقدر نوقف في داري كيما نقولوها، وكي نجي عندك نزيد نوقف وهذه هي نوقف بالشيء اللي نقدر عليه وخلاص. لهنا حبيباتي هاني بعد ما درت كنست الدنيا عاود غطيت لها لي فوتاي هادوك غطيتهم. بالنسبه لهاد الغطاوات نتاع لي فوتاي شيناهم من عند اللابايا يا البنات ومازالوا كاينين لليوم كيما نقولوها مازالوا. هادو تاع سنه تاع 3 4 5 6 تاع 7 بلايص، هذا تاع 7 بلايص يا البنات، كاين تاع 5 بلايص، كاين ال، كاين كيما تاعي هادوك اللي في الغاز. المهم كاين لي موديل بزاف. روحي لهنا عجوزتي هاني بعد ما خلصت خلصت التسياق وكل شيء هاني حطيتها، قالت لي خليني نطبق القش، قلت لها خليهم و حطيهم حداك وطبقي القش. أيوا وليت كيشاحت الدنيا، وليت فرشت الزربية. هذه الزورة يا البنات، هذه الزورة اللي شيتها لبنتي من اللابايا، شيتها لها ب150، وهذه الزورة اللي خيرتها لبني تاع اللابايا. شوفوا هو، شوفوا رجليه، شوفوا رجليه، شفتوا رجليه يا البنات؟ عرام رجليه ولاو كحل، ايماجيني لبست له الكرونيير هذا في البلوسيال، راهو رجع قري. المهم حبيباتي
لا انا كيما قاعدين تشوفوا تاع بنتي يعني شيتها هكا في البوردو وقطع هذيك في النص، وتاع بني شيتها تاع كونان هذوك تشوفوا رجليه. وخدي قلت له على عمري اللي هنا راني بدلت له وحطيته، شافوا شفتوا الشي اللي راني فيه. المهم هيا واش قالت لي، قالت لي شوفي الا حابه تكملي الدنيا من هنا رقدي ولادك وراحي، واللي تحت قعدت ساعه رقدتهم يا البنات حطيتهم في بلايصهم وولات اختكم. الا هنا خيدرت الكاطو هذا في داري، هيا كي جيت لتما قلت لها سنين عاودته لك، والله ما ديت معايا باسكو خلص في الدارك، وتعرفوا يا البنات واللي درته لها والله ما لصق في يدي كما يقولوها، تاع دقيقه درته وحطيته طبعته عمرت البلاطوات حطيتهم من هي وكملت الدنيا، هاني خليته هو يطيب ورحت انايا نكمل الدنيا وخلاص. المهم بصح ما نحيتوش من يدي، حطيت في البلاطوات باش نجيني سهله نحط برك، تما خلصت الطبيع خلصت كل شيء وليت نحط برك. ولهنا حبيباتي هاني جريت لها الدوش هذاك حشاكم والتواليت وزدت عقبت عليهم بنشيش، فكيما راكم تشوفوا يعني والله غير لازم لها نفضها. بصح لا غالبية البنات ديجا اصلا انا كنا برا، والله جيت فاتيقي شويه اكو تعرفوا كيما يقولوها انا اللي نصاق وزي الاولاد، وديري مش كيما تروحي انت راكبه مش كيما تروحي انت اللي تصاقي كيك شغل تغلبي. المهم والله هكاك وربي يعطاني القوة ان شاء الله ودرت الدنيا كملتها. المهم شوفوا قلت لكم قريب 12:30 نتاع الليل ولا بلوس، والله ما فقت للساعة على قده يعني حكمت بلاستي. المهم حبيباتي لهنا كيما راكم تشوفوا جريت الدنيا نشفتها، كملت الكوزينة، غسلت لماعن، لماعن لهنا تاع الغداء، العشاء ما تعشيناش في الدار، لماعن كاين غير تاع الغداء، تاع الغداء الحق دارت لنا نعمة. غسلت لماعن، خبيت القاريع هذيك، الكويزينيغ والله ما فت عليها ما كستها يا البنات. دوك نحي الالومنيوم قلت وخلاص هذاك باسكو كاين غير وين درته لها اللي حنا اختكم كوم دابيتود بالما سخون، تعرفوا عقاب الكوزينه هذيك وعقاب الدنيا الدوش كل شيء بالما سخون نعقم، او ميم طون بعدا باش تخرج الدنيا تخرج تبري كي ديري لها الما سخون، سمي بسم الله وبالزاي تعرفي شوفوا الدنيا هك خرجت تبري سختو الكلاش تاعها نواغ، ياي كي تسيقي في الضربه الاولى ياي تفرحي، بصح من بعد غير يمشي فيه واحد تبقى حك رجلو في الارض هذيك هك تطراسي على هذيك يتكره الفايونس نواغ، انا ننصحكم ما ديروهش. المهم حبيباتي لهنا بعد ما خلصنا وخلصت الدنيا كيما راكم تشوفوا اختكم سيقت الكوزينه هذيك، غسلت لماعن، عقبت خلصت الدنيا وهذه هي. ولهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا نتاع اليوم، بقاو على خير حبيباتي وشكرا على المتابعه، ونتمنى كنت خفيفه ظريفه عليكم وفدتكم ولو كان بالقليل. ما تنساوش تخليوا لي بتيت كومونتير، ومع السلامه ان شاء الله الى اللقاء في فيديو اخر. شكرا.